يعني كان من المفترض أن يصل وزير الخارجية الفرنسي قبل دقائق إلى عين التين قبل حوالي 20 دقيقة من الآن، ولكن تأخر ربما لبعض الوقت. بعض المعلومات أشارت إلى أنه ممكن أن يلتقي قوات اليونيفيل في هذه الزيارة، ونحن الآن هذه النقطة الأولى لزيارته الرسمية في عين التين. بعدها سيلتقي رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وبعدها وزير الخارجية. بحسب السفارة الفرنسية حتى الآن لا يوجد كلمة مجدولة للإعلام أو للصحافة أو تصريح صحفي لوزير الخارجية الفرنسي، ولكن أيضا بحسب الأوساط اللبنانية هذه الزيارة كانت مفاجئة. تم جدولتها مساء أمس بعد زيارة الوفد الأمريكي أموس هوكشتاين. هناك بالطبع من ربط بين هذه الزيارة الفرنسية وزيارة الوفد الأمريكي، خاصة وأن هناك تنسيق أمريكي فرنسي في الأشهر الماضية على الموضوع الجبهة الجنوبية والتصعيد بين حزب الله وإسرائيل. من المفترض أن يحمل رسالتين وزير الخارجية الفرنسية. أول الرسالة الأولى أهمية خفض التصعيد، وهي رسالة نفسها التي حملها الوفد الأمريكي، وأيضا أهمية تطبيق القرار 1701، وهو القرار الذي يجمع عليه إن كان لبنان الرسمي وحتى أيضا المفدين الذين وصلوا إلى لبنان خلال طيلة أشهر هذه الحرب. إذن هذه الزيارة هي استكمال، هي أيضا تتزامن مع مفاوضات الدوحة، لأنه هناك يعني كان هناك تعويل على أن لا يكون رد من قبل حزب الله قبل هذا الاتفاق، وعليه بحسب مما سيرشح عليه اتفاق الدوحة ممكن. أيضا هذا ما قاله أيضا أموس هوكشتاين يوم أمس، بأنه ممكن يعني بالطبع وقف الحرب في غزة سيؤدي إلى تهدئة الجبهة الشمالية، وبعدها ربما تنفيذ القرار 1701 على مراحل بعد انتهاء هذه الحرب. يعني كما نفهم منك طبعا يعني الجهود الدولية متواصلة، لسيما بتزامن وصول سيجورني مع انعقاد المفاوضات في الدوحة. هل تم الحديث أو هناك إشارات عن ترسيم الحدود اللبنانية البرية بعد ترسيم الحدود البحرية، خاصة وأنه يتم الحديث من ضمنه عن القرار 1701؟ بالطبع جيزال، يعني هذا من ضمن البنود المطروحة، خاصة وأن القرار 1701 يعني يطرح هذه المواضيع. وصل الآن يبدو وزير الخارجية الفرنسي في خارج باحة عين التين، وصل إلى لقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري في هذه اللحظات. نذكر بأن هذه الزيارة هي الزيارة الثانية له منذ بدء هذه الحرب. أيضا في المرة السابقة هي كانت أيضا لخفض التصعيد وإمكانية يعني عدم الربط بين جنوب لبنان وما يجري في غزة، والآن تأتي هذه الزيارة كما ذكرنا هي كانت زيارة فجائية أيضا من أجل خفض التصعيد ومنع الوصول إلى حرب شاملة بين لبنان وإسرائيل. هي زيارة كما تفضلت وذكرت من أجل خفض التصعيد في المنطقة، ربما هي استكمال أيضا لزيارة هوكشتاين. هل نتوقع أن يكون لسيجورني كلمة في نهاية هذه الزيارة أو أي مؤتمر صحفي؟ هل من إشارة لذلك؟ بحسب السفارة الفرنسية لن يكون هناك، يعني من المستبعد أن يكون هناك مؤتمر صحفي في نهاية هذا اليوم. في المرة السابقة كان لديه تعليق بعد نهاية الزيارة، ولكن بحسب السفارة هذه زيارة قصيرة، من المفترض أن تستمر لساعات فقط. يغادر بعدها وهو ينقل كما ذكرنا رسائل إلى الفريق اللبناني. هو أيضا هناك تنسيق مع الولايات المتحدة، خاصة وأن الولايات المتحدة لا تدخل بأحاديث مباشرة مع حزب الله. هذا الأمر ممكن لفرنسا أن تفعله حتى وإن لم يكن عبر وزير الخارجية. وزارة الخارجية كانت قد أعلنت بأن السفير الفرنسي أو السفارة الفرنسية
تقوم بهذا الدور في لبنان. وهنا يكمن اختلاف الدور بين الولايات المتحدة وفرنسا بإدارة التفاوض مع الجهة اللبنانية بهذا الملف. شاهدنا إذن مشاهدينا وصول وزير الخارجية الفرنسي للقاء رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري. من عين التين رافقتنا مراسلة الحدث الزميلة غنوة يتيم، شكرا لك غنوة لكل هذه المعلومات والإيضاحات، وسنبقى عينا في حال كان هناك أي تعليق أو كلمة لسجوني في النشرة أيضا، ولكن بعد قليل.